فاغنر تحسم نتيجة باخموت أو ما تعرف بأم المعارك وتعلن سيطرتها الكاملة على المدينة، والكرملين بدوره يصفق ويهنئ كل من شارك في الحسم المعلن من جانب واحد. فالرواية الأوكرانية تنفي جميع ما سبق، ولو كانت تصريحاتها متأرجحة بين تأكيد على استمرار القتال بحسب وزارة الدفاع أوكرانيا ولغة استسلام مبطنة على لسان الرئيس الأوكراني. قائد الجيش كان قد صرح زالوجني وقال أنه بعد باخموت لا يوجد ما يمكن الدفاع عنه. هذا التصريح نقل عن لسانه، لا أدري مدى دقته، ولكن إن كان هذا التصريح دقيق فإذا قائد القوات العسكرية الأوكرانية يعلم أكثر مني ومنكم من أي محلل أنه لم يعد شيء بالفعل تستند عليه القوات الأوكرانية لإيقاف التقدم الروسي. أعتقد أن المرحلة القادمة مرحلة مليئة بالمتغيرات والتي قد تؤدي إلى انصياع القادة أو القيادة الأوكرانية ومن معها إلى الجلوس على طاولة الحوار. ماذا لو صحت الرواية الروسية؟ سؤال مشروع بعد كل هذا الجدل، ويحمل في طياته علامات استفهام عديدة حول الوجهة الجديدة للقوات الروسية ما بعد باخموت في حال تجاوزت الخسائر التي تكبدتها، عدا عن مصير فاغنر، خاصة بعد الخلافات الكبيرة التي أثارها رئيس المجموعة مع وزارة الدفاع الروسية في الأشهر الأخيرة. هذه السيطرة على باخموت هي عززت الدفاع الروسي ودعمت الردع، وبالتالي هي أعطت فرصة من أجل أن يقوم الجيش الروسي بتوسيع عملياته إن كان هناك خطة عسكرية لتوسيع عملياته والهجوم في مناطق أخرى. نجحوا في ذلك دون أن أدخل في التفاصيل. وبما يخص عودة فاغنر أو انسحابها من الجيش أو من المنطقة أو من العمليات، هي قوات رديفة وحققت نصر كبير، وأعتقد أن الجيش الروسي ما زال بحاجة وهم بالنهاية مواطنون روس. حقائق مخفية ربما تتكشف في 25 من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي حدده قائد فاغنر يفغيني بريغوجين لمغادرة باخموت وتسليمها للجيش الروسي كإثبات على صحة سيطرته على كامل المدينة. معارك جدالية تطول على غرار العمليات القتالية في باخموت، ليبقى الوقت هو الفيصل في إثبات صحة إحدى الروايتين الروسية أو الأوكرانية. مرام حمصي، اليوم، موسكو.